السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. إذا تكملة لدرس النقل المشبكي، اليوم مع عنوان جديد وهو إظهار أو انتقال السيالة العصبية على مستوى المشبك. إذا انتقال السيالة العصبية أو الرسالة العصبية على مستوى المشبك. إذن لدينا كما قلنا في الدروس أو كما قلنا في الحصص السابقة، لدينا مشبك مكون من وحدة قبل مشبكية ووحدة بعد مشبكية. الوحدة قبل مشبكية تحتوي على وسيلات مشبكية، هنا الشق المشبكي، والوحدة البعد مشبكية. قلنا أن النقل المشبكي أحادي الاتجاه، حيث تنتقل الرسالة العصبية من الوحدة القبل مشبكية إلى الوحدة البعد مشبكية. بالنسبة لانتقال الرسالة العصبية في الليف العصبي، فتكون يعني كهربائية، وقلنا في الدروس السابقة أنها عبارة عن موجة زوال استقطاب، حيث يكون الليف العصبي في حالة الراحة مستقطب، وعند حدوث تنبيه تتولد على مستواه رسالة عصبية على شكل موجة زوال استقطاب تنتقل على طول الليف العصبي. إذن الرسالة العصبية من طبيعة كهربائية، يعني في الليف العصبي من طبيعة كهربائية، فهي عبارة عن موجة زوال استقطاب. الآن على مستوى المشبك هناك فراغ مشبكي، يعني لا يمكن الرسالة العصبية أن تمر بشكل موجة زوال استقطاب. لهذا المطلوب أو لهذا سنتحدث عن كيفية انتقال السيالة العصبية على مستوى المشبك. المطلوب منكم اقتراح فرضيات لكيفية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك. إذا فرضية لكيفية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك. هناك من يعطي فرضية واحد، أنه يتم انتقال الرسالة العصبية بفضل وجود نواقل خاصة تنقل الرسالة العصبية من الوحدة القبل المشبكية إلى الوحدة البعد مشبكية. وهناك من يعطي فرضية أخرى، أنه توجد مواد كيميائية، إذا وجود مواد كيميائية مسؤولة عن نقل الرسالة العصبية من الوحدة قبل مشبكية إلى الوحدة بعد مشبكية. وهناك من يعطي فرضية أخرى، أنه دور مثلا هنا الحواسيلات المشبكية هي المسؤولة عن نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك. إذا الإشكالية أو التساؤل الذي نريد الإجابة عنه، كيف تنتقل الرسالة العصبية هنا على مستوى المشبك؟ لإثبات صحة هذه الفرضيات نقوم بتجارب. أولا على أو ألف ألف على اللوحة على مستوى اللوحة المحركة، على مستوى اللوحة اللوحة عفوا اللوحة المحركة. والتجارب موضحة في كتابكم في الصفحة 19 الوثيقة 8. إذن سأشرح لكم التجربة كيف يعني تمت، ثم سنتكلم عن نتائجها. إذا لدينا هنا محور لعصبون حركي، لدينا هنا تفرعات نهائية، إذا محور محرك محور أسطواني لعصبون حركي، ولدينا هنا يعني ليف عضلي أو خلية عضلية. إذن ليف
عضلي. إذن هذا المشبك، مشبك عصبي عضلي، وهو اللوحة المحركة. ثم هنا يتم تنبيه، طبعا تنبيه فعال، والتنبيه الفعال هو أقل قيمة للتنبيه التي تولد رسالة عصبية أو التي تحدث استجابة. هذا هو يعني التنبيه الفعال. ثم لدينا ميم واحد هنا، جهاز زي قياس فرق الكمون، ميم واحد في الوحدة قبل مشبكية، ولدينا ميم اثنان، ميم اثنان في الوحدة البعد مشبكية، ولدينا كذلك ماسة مجهرية يعني تحتوي على مواد يعني الحواسلات أو محتوى الحواسلات المشبكية. طبعا هذه الماسة لابد أن تكون يعني مجهرية ليتم وضع يعني محتوى الحواسلات المشبكية. سنتكلم من جديد عن التجربة. إذا لدينا ليف عضلي، ولدينا محور محرك لعصبون حركي، إذا هذا، ولدينا هنا تفرعات نهائية، هذا ما يعرف باللوحة المحركة، وهي مشبك عصبي عضلي. إذا هذا التركيب تجريبي، ووضع هنا يعني منبه في المحور المحرك، ولدينا جهازين لقياس فرق الكمون، ميم واحد في المحور وميم اثنان في الليف العضلي. إذا ميم واحد في الوحدة القبل مشبكية وميم اثنان في الوحدة البعد مشبكية. إذا التجارب هي كالتالي، لدينا أربع تجارب. في التجربة الأولى، تجربة واحد، تنبيه المحور المحرك، تنبيه المحور المحرك، ونقيس فرق الكمون في ميم واحد وميم اثنان. إذا عند تنبيه المحور المحرك تنبيها فعالا، فنسجل في ميم واحد، نسجل كمون عمل في ميم واحد، وفي ميم اثنان نسجل كذلك كمون عمل مع وجود تأخر ميم اثنان في الوحدة البعد مشبكية. إذا واضح النتائج. التجربة الأولى، عند تنبيه المحور المحرك نسجل كمون عمل في ميم واحد في الوحدة القبل مشبكية، يعني على مستوى المحور المحرك، ونسجل كمون عمل في ميم اثنين، لكن هنالك يعني زمن ضائع، هناك تأخر. هذا بالنسبة لتجربة واحد. إذا تفسير هذه التجربة، عند تنبيه المحور المحرك نلاحظ ظهور كمون عمل في المحور المحرك، هذا يدل على تنبيهه، وظهور كمون عمل متأخر على مستوى الليف العضلي يعني في الوحدة البعد مشبكية دليل على انتقال الرسالة العصبية من المحور المحرك إلى الليف العضلي عبر المشبك الموجود بينهما. ونلاحظ تأخر في التسجيل الثاني في ميم اثنان لانتقال الرسالة في المشبك، وكنا قد تحدثنا عليه وسمينا ذلك بالتأخر المشبكي. هذا بالنسبة للتجربة رقم واحد. الآن التجربة اثنان. في التجربة اثنان نضع قطرة من محتوى الحواسلات في الشق المشبكي. إذا هنا تجربة كما وضحناها في السابق، إذا هنا محور، أو هنا محور محرك لعصبون حركي، وهنا لدينا ليف عضلي الذي يمثل يعني الوحدة البعد مشبكية. إذا في التجربة الثانية نقوم بوضع قطرات من محتوى الحواسلات المشبكية التي يعني تكلمنا عليها في الحصص الماضية. إذا نأخذ قطرة من محتوى الحواسلات ونضعه في الشق المشبكي. إذا ماذا نسجل؟ نسجل في ميم واحد، هنا ميم واحد وهنا ميم اثنان. في ميم واحد نسجل كمون راح، لدينا هنا ميم واحد، بينما في ميم اثنان نسجل كمون
عمل في ميم اثنان، لدينا هنا ميم واحد وهنا ميم اثنان. إذا عند وضع قطرة من محتوى الحواسيات المشبكية في الفراغ المشبكي، نلاحظ عدم ظهور كمون عمل في المحور المحرك، دليل على عدم تنبيهه في ميم واحد، وظهور كمون عمل في الليف العضلي، دليل على تنبيهه بواسطة المادة المستخلصة من الحواسلات المشبكية. إذن عند تواجد هذه المادة في الفراغ المشبكي، فإنها تستطيع تنبيه الخلية البعد مشبكية فقط، ولا تنبه الخلية القبل مشبكية. لأن أظن أن التجربة الثانية واضحة. الآن نذهب إلى التجربة الثالثة. في التجربة الثالثة وضعنا قطرة من الأسيتيل كولين، إذا تذكروا جيدا هذا المصطلح، الأسيتيل كولين، الأسيتيل كولين، وضعنا قلنا قطرة من الأسيتيل كولين على الليف العضلي. هذا الليف العضلي يكون معالج بمادة تمنع تفكك الأسيتيل كولين، وتسمى مادة الإزرين. إذا تمنع تفكك الأسيتيل كولين. ففي ميم واحد نسجل كمون راح، وفي ميم اثنان نسجل سلسلة من كمونات العمل. في ميم اثنان يعني في الوحدة البعد مشبكية، يعني في الليف العضلي، ميم اثنان. وهذا بعد وضع قطرة من الأسيتيلكولين على الليف العضلي ومادة تمنع تفكك الأسيتيل كولين. إذا عند وضع قطرة من الأسيتيل كولين على الليف العضلي المعالج بمادة تمنع تفكك الأسيتيل كولين، نلاحظ عدم ظهور كمون عمل في المحور المحرك، دليل على عدم تنبيهه. ثم لأنه في ميم واحد سجلنا يعني كمون راح، في ميم اثنان نلاحظ ظهور سلسلة من كمونات العمل في الليف العضلي، دليل على دوام التنبيه بسبب عدم تفكيك الأسيتيل كولين. إذا من هذا محتوى المستخلص الحواسلات المشبكية، المادة الموجودة في الحواسلات المشبكية هي الأسيتيل كولين. ثم إلى التجربة الرابعة. في التجربة الرابعة عند حقن، التجربة الرابعة عند حقن قطرة من الأسيتيل كولين داخل الليف، يعني حقن قطرة من الأسيتيل كولين داخل الليف، فنلاحظ في ميم واحد تسجيل كومون راحة في الوحدة المحور المحرك، الوحدة قبل المشبكية، وفي ميم اثنان كذلك سجلنا كمون راحة، لم نسجل كمون عمل، وهذا عند حقن الأسيتيل كولين. لكن بينما عند وضع الأسيتيل كولين على السطح الخارجي، وعند وضع مستخلصات يعني مستخلص الحواسلات المشبكية على السطح، لاحظنا تسجيل كمونات عمل، فالأسيتيل كولين قادر على تنبيه الوحدة البعد مشبكية. وعند حقنه داخل الليف العضلي لاحظنا عدم ظهور كمون عمل في المحور المحرك، وهذا يدل على عدم تنبيهه، وكذلك عدم ظهور كمون عمل في الليف العضلي دليل على عدم تنبيهه. إذا الأسيتيل كولين لا يؤثر في السطح الداخلي للليف الداخلي للوحدة البعد مشبكية، بل يؤثر على سطحه الخارجي فقط، لا يؤثر يعني الأسيتيل كولين يؤثر على السطح الخارجي للوحدة البعد مشبكية فقط، لأنه عند حقن الأسيتيل كولين داخل الليف العضلي داخل الوحدة البعد مشبكية لاحظنا عدم تسجيل كمونات عمل، فبالتالي الأسيتيل كولين يؤثر على السطح الخارجي فقط. أظن أنه أتمنى أن تكون يعني التجارب واضحة. إذا كاستنتاجات عامة من خلال هذه التجربة، على مستوى المشبك يتم انتقال السيالة العصبية، على مستوى المشبك يتم انتقال السيالة العصبية
بواسطة مادة كيميائية هي الأسيتيل كولين، ويسمى بالوسيط، انتبهوا لهذا المصطلح، الوسيط الكيميائي العصبي. يتم إفراز هذه المادة عن طريق النهاية العصبية للعصبون قبل المشبكية، إذن عن طريق الوحدة قبل مشبكية، وهذا عند وصول السيالة العصبية إليها، يعني عند وصول الرسالة العصبية إلى الوحدة قبل المشبكية يتم إفراز محتوى الحويسيلات أسيتيلكولين في الشق المشبكي. يتم يعني إفراز هذه المواد من طرف النهاية العصبية للعصبون قبل المشبكية عند الوصول السيالة العصبية إليها. وتؤثر هذه المادة كما رأينا في التجارب على السطح الخارجي للغشاء بعد المشبكي فقط. وهذا ما يدل على وجود مستقبلات غشائية نوعية هنا في الغشاء بعد المشبكي. قد قلنا سابقا أنه يكون سميك، فتوجد به مستقبلات غشائية نوعية للوسيط الكيميائي، فتولد فيه كمون عمل في الوحدة البعد مشبكية. ولتجنب دوام التنبيه يجب تفكيك الوسيط العصبي، فيتم تفكيك الأسيتيل كولين على مستوى الشق المشبكي بعد يعني أدائه لعمله. إذن توجد هنا مستقبلات، يعني سنشرح ذلك فيما بعد، فيرتبط بها الأسيتيل كولين وتمر الرسالة العصبية، ثم يتم تفكيك الأسيتيل كولين في الشق المشبكي عند انتهاء دوره. إذن انتقال الرسالة العصبية في الليف العصبي المحرك إلى الليف العضلي يتم بمساعدة وسيط كيميائي عصبي يفرز في الشق المشبكي، لذا يدعى هذا المشبك بمشبك كيميائي، أنه تساهم مادة كيميائية في انتقال الرسالة العصبية عبر المشبك. وبهذا نكون أنهينا هذا الجزء، نلتقي في الجزء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.